يستقبل اليوم النادي صفاقس الريادي على ملعب اسطاد طيب المهري خصم ريتال المونيسيري المحتل الرتبة الثانية برصيد 21 نقطة في الجولة العاشرة والأخيرة من الدوري التونسي. لكي تشاهد المباراة ما عليك فضل التطبيق زر لايك والاشتراك بالقناة وشاهد معنا هذا الفيديو حتى الأخير لكي تعرف كيف تشاهد مباراة اليوم. سوف تلعب من الساعة 5 مساء بتوقيت تونس والساعة 4 عصرا بتوقيت غرينيتس، وسوف تنقل تداعي المباراة على قناة التاسعة الناقل الحصري للمباراة. نتمنى لكم فرجة ممتعة، ولا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك بالقناة وشاركونا توقعاتكم للمباراة. من سوف يفوز الفريق النادي الصفاقس الريادي المستضاف مباراة اليوم أو فريق الاتحاد المنيسيري الضيف الثقيل اليوم؟ ونذكركم أن فريق النادي الصفاقسي يحتل الرتبة الثالثة برصيد 15 نقطة وربما يحتل المركز المؤهل لكأس الكونفدرالية الإفريقية إذا فاز في هذه المباراة.